لك شبك شبك شو صار لك؟ يا الله شلون نمت وما حسيت على حالي؟ يا الله ايه شو صار يعني؟ شو خربت مالتك؟ لك لا خرب بيتي. لك ليش هيك عملت بحالك قاليش؟ تعال عقم لك ياها ولك تعال تحرك. صباح الخير. صباح النور. العمر إليك. سلم عمرك. شو بدك تنامي؟ لا مو جاي على بالي، حاسة حالي مخنوقة. صافي أنا بدي أحكي معك مشان اللي عمله رشيد مبارح. أمل لا تحكي شي، طبيعة رشيد أنا متفهمها منيح، بس أنا كمان اليوم كتير متلبك وضايج. ليش شو في؟ خلينا نروح نشرب قهوة بشي مكان وهنيك بحكي لك على رواق. بونجور عمتي. بونجور. وين رايحة؟ سامي صار تحت، لازمنا شوية أغراض لازم نجيبها. سلام عمتي. يا سلام علي. سوري نسيت أقول له إنك هون. جيب لك شي معي؟ سلام عمتي.
أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في التجربة، ولكن نجينا من الشرير. آمين. آمين حبيبي. يلا الحقني مشان نفطر. منحوا الطريق؟ طبعاً. بعتوا حدا من شبابنا على الضيعة؟ اثنين من في ار صار بيك. رشيد وصل؟ اتصلت فيه خلال نص ساعة بيوصل. ونادر؟ كمان رح يوصل. ليكي، احكي مع عبدو جيب السيارة البيضة. ماشي، تريد شي تاني سالم بيك؟ جيبي اياهم. حاضر. صدمني امبارح لك امل، صدمني؟ حسيته إنسان ما بعرفه أبداً وإنسان مغشوش فيه. كان ناطر حجة بس لينسحب وقول أنا ما عاد بدي كمل شغل. بخاف أحكي تقوم تزعل مني. أحكي ما رح أزعل. أنت مو بس ضايش، أنت طايش كمان، وبدك تروح الدنيا ببعدها صافي. من فترة كنت شادد ظهرك بفضائك الإلكتروني وفكر أنه ما حدا رح يقدر يوصلكم، والنتيجة شو؟ ضابط من قلب المؤسسة الأمنية بيعرف إنه عمر عم يكتب باسم مستعار، ووارد كمان يكون بيعرف كل شي عنك وعن الناس اللي عم تشتغل معك. أمل، من الآخر الحق على عمر، هو كان لازم يغير أسلوب شغله. هلأ المشكلة مشكلة أسلوب صافي؟ لكن مشكلة شو؟ لا جنيني. المشكلة مشكلة حسابات ناقصة، تهور، استعجال، سمي اللي بدك يا. أنا شو رح تعمل لو عرفتي شو ساوينا بالسكن الجامعي؟ مناشير سياسية بالسكن الجامعي؟ يطول بالك شوي. شلون بدك يعني يطول بالي؟ مناشير سياسية عم تتوزع بالجامعة، والوزارة بتعرف إذا بتدرى ساعة واحدة ما بيخلوني قاعد على هالكرسي. هذا الهم هلأ؟ إيه هذا الهم، لكن شو الهم سليم أفندي؟ لازم نعرف مين طبع المناشير ومين وزعهم وكيف انتشروا ضمن الكلية ونحن غرقانين بالعسال. ما في غيرها، أمل إسماعيل. أمان، شو صار لك؟ شو صار لك شبك؟ لك هل عني يا؟ نسرين وينك؟ حاضر أستاذ. رجعت اتصلت بيزار؟ إيه أستاذ اتصلت وقال خمس دقايق وبيكون عندك. أقسم بالله جعبالي امسح بطول الأرض، إجا لليوم اللي أنا محتاجه فيه وبيتأخر علي. ذاك الحيوان وصلت له. وين عباب الجمعية؟ استاذ بيلزمك شي تاني مني؟ لا سلامتك، داومي لي بساعتين تانية تروح على بيتك. حاضر، تروح وترجع بالسلامة. الله يسلمك. لك أنا بس لو مو حاسب حساب للعشرة والجيري كنت أعرف كيف تصرف معك. حقك علي معلم. شو حال أيدك؟ لا تشغل بالك، شغلي ناكتي. يعني فيك تسوق هيك؟ إيه لك هون، إيه فيني سوق. يلا اطلع. وين وشدك؟ على الباب عم استنانا معلم. اطلعوا يلا على السريع.
صباح الخير دكتورة، أنا رغدة. دكتورة ما بعرف شو بدي أقلك، بس نفس القصة انعادت معي. هالمرة أنا كتير كتير موجوعة. كيف؟ نفس المراحل. إيه ضل عندي منها منيح. لا والله دكتورة ما فيني أجي اليوم، خطبة بنت حماي. بكرة أي ساعة؟ ماشي إن شاء الله. ماشي دكتورة، بترجاكي ما تأخذيني، حماس بك معي. كتر خيرك دكتورة، الله معك، مع السلامة. شو قصتك انت؟ دخلت اليوم لا قلت مرحبا ولا صبحت على حدا؟ حبيبي ما بصير تعمل هيك، ما بصير تمسكني من خصري، أنا بنت مالي شاب. حبيبي مشان الله أنا آسفة، توني مشان الله والله ما كان قصدي، سامحني يا ربي. شوفي لك يا اولاد، شو بكون يا اولاد؟ شوفي لك، شوفي ما في شيء، كسر صحن ازاز قام خانقته. وما حزه انت مشان شقفة صحن طايتي عليه؟ ما بعرف، بس والله حبيبي، بس والله انا اسفه، بعتذر فوني. طيب خلاص تعا تقبرني، تعا يا عمري، تعا لقلبي، تعا يا حبيبي، تعا تريك هاي مقدم ايدك، تعا تقبرني. لا يا عمري، لا معقوله انت؟ معقوله؟ لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لا تقبرني. منيح انه بيتك ما بيضيع. كيفك؟ زفت، مو قدي. خلي حلو البيت. ايه تحلى ايامك. تشربي مشروب من الصبح؟ مشروب للصبح. ليك شو بكي لي؟ ما بعرفك ضعيفة لهالدرجة. أصبح أنت ما بتعرفيني بنوم. هيكي لا تشوفيني هيك أخد الدنيا بمسخرة. أنا من جواتي اهتريت. يعني شو لزوم عيشتي؟ ما بعرف. ليه
إذا ماضي بيوطي الرأس، والحاضر بخجل، والمستقبل مبين من عنوانه. طولي بالك لين، ما في شي ما له حل، ما أنت هيك بتقولي. صح، أساساً أنا عم فكر بحل يريحني من مشاكلي كلها. أنا مقايم. شو؟ انتحر؟ لك على فكرة مو الحق عليكي، الحق علي أنا اللي عم اسمعك مثل الجدبة. قعديني جنبك، قعديني، بدي أحكي لك شو عمل صافي. الأستاذ صافي يا اختي، معي شرطة معلم. الو، اهلين ايمان، خير؟ شو في؟ شو؟ خلاتي انت وامي ليه؟ طيب لك ايمان، انا هلا مشغول كثير، مشغول كثير، خلص بس افضى بحاكيكي. يلا يلا، باي باي. في شيء مهم؟ حكاية نسوان معلم، ما تواخذني. قلت لك من الأول إني ما طقته، بس أنتي زعلتي مني. لا، اليوم نرفزني، أول مرة بحسه مولدن ومو عرفان شو عم يعمل. قبل كان ينوي، بس هالمرة نوى ونفذ وما سأل عن شي. منيح تتركوا بعض معناها. هلا أنتي دائما هيك واشة، معقول مشان قصة مثل هاي نترك بعض؟ شو لك؟ بعاقبه، بغيب عنه يومين ثلاثة، بيعقل وبيتربى. يعني مو معقول نترك بعض من أول ما طبلين. شبكي مين؟ صور، مش معه المفتاح. عفواً، ماني عرفان إنه عندك ضيوف. مرحبا. أهلين. ما عرفتينا. رفيقتي أمل سومر. تشرفنا، ما شاء الله أحلى من بعض. أنا لازم أمشي، خليكي هون، عاوزتك. خليها تروح إذا مضطرة. أنا اللي مضطرة، خليها هون، بدها تساعدني بحلقة بحث جديدة. شو أمل؟ عيب ضل؟ طيب، أنا ما رح أطلكم معناتها، رايح المحل وبرجع بعد ساعة، بتكون الأنسة أمل وصلت على بيتها بالسلامة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أختي. مرحبا يا فهد. أهلا. أهلين عمي هضال، شلونك؟ الحمد لله. الحمد لله. لك شو، أنت ما رح تبطل هالسوسة هاي؟ شايفك رجعت للكلمات المتقاطعة. اي والله يا صاحبي، رجعنا. طيب وشغلك؟ مو لازم لي. بس هيك انت عم تغلط.
صالح والده للشهيد الأستاذ سالم بيك القابض معلمي بالشغل. العمر الكون والله يهنيك بشهادته يا أبو صالح. يعلي مقامك ويسلم أصلك يا بيك. صالح خيو للشهيد. الأمر لك خي صالح. كتر خيرك يا بيك. أستاذ نادي عضو مجلس الشعب الله يرحمه راح وترك لكم شرف كبير يا عمي أبو صالح. تسلم يا ابني. تسلم بأيدي حياتك عمي أبو صالح. يا ريتني أنا ولا هو يا عمي أبو صالح. لك إن شاء الله يا ريتني أنا ولا هو. لما دموعك لو رشيد ولا بده يبكي يطلع برات العزة. الله يرحمه الرحمن الرحيم. تعيش يا ابني تعيش. صالح شد حالك يا صالح. شد حالك يا صالح. الله يرحمه. طول عمرك يا شيخ. الله يعظم اجرك. عظم الله. الله يعظم اجركم يا شباب. يا جماعه الاستاذ سالم بيك القابض مديري ومعلمي بالشغل والاستاذ نادر الجانود محامي وعضو مجلس الشعب قوصتوا له ولا لسه؟ والله قوصنا له مره واحده. انت ما راح تبطلي الحركات ولك حس على دمك بقى. لك الله يلعن شكلك ومرباك ولك انا بكرهك. الله يلعن كل شي فيك. روح يا اخي روح اطلع من حياتي اطلع بقى. نشفت لي دمي الله ينشف دمك. خلصتي؟ لا بقى تعيديها وتعطي بوشي. ايه مو مشان شي بس خايف ينبح صوتك. ما في داعي لهالطواجان كله. بالرواق بدك روح بروح. ايه بس ما بضمن لك ها بعد ما روح ترتاحي ويفضى بالك لانه حاكم رح تصيري مشهوره على كل موبايلات البلد بعد ما الفيديو تبعك ينتشر. لك يا الله يا الله يا الله. لك انا والله بتضايق بس شوفك هيك. يعني ليه عم تتعبي حالك وتبكي وبتضايقي وتلفي وتدوري ودق المي وهي مي. ما في داعي لهالضواجان كله. مشان هيك فوتي تحممي وزبطي لي حالك وفردي لي هاي الخلقة الناشفة وطلعي ولاقي لي على غرفة النوم. ألو مرحبا ورد كيفك؟ أنا منيحة الحمد لله. شفتك ما عم تسأل علي قلت أنا بسأل عنك. إيه لا ما في شي روتين بس. إيه طبعا بشوفك مرة تانية ليش لا؟ ليك ورد أنا رح خلي المكالمة شغالة اسمع شو رح بصير. إيه يا
انت امل اسماعيل؟ ايه انا امل. شرفي معنا. لوين؟ هلا شرفي معنا وبعدين بتعرفي. طيب بس مين انتو؟ احنا امن شحطة. لا 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 لك شو وين الرزق؟ كأنك معطل اليوم. اليوم وكل يوم بطلنا هالمصلحة. خسارة والله خسارة. كانت رزقتها حلوة مو؟ كانت حلوة. وهلا شو ناوي تعمل؟ بدي ارجع اعيش على الراتب التقاعدي تبع ابي مثل ايام زمان. ان شاء الله بتعيش على حسنات العالم. انا قصدي البضاعة، يعني شو بدك تعمل فيها؟ بدي بيعها. ألا الشرة؟ بدي بيعها لواحد صاحبي. لا يا صاحبي، هيك بلشنا نغلط ببعض. قال الأقربون أولى بالمعروف، مو سمعان فيها هاي؟ سمعان فيها، وسمعان بشغلة تانية كمان. إذا حبيبك عسى لا تلحسه كله. إن شاء الله بتعدمني إذا لحست شي. عمي فريد بضاعتك وتمنى أنت وحق أشندي من آخره. وبلا طول سيرة، إذا بحرق البضاعة وبكومها فحم قدامي لإلك ماني بايعك ياها. أبدا أبدا. إيه ستور ما حتشوف مني هذا إذا الله بعدي اسمه أعطاك عمر. فاتح روحوا يا شباب، يلا حرق حرق. ضال؟ بعلمي كنت تخاف منه؟ كنت خاف على رزقي منه، بس بعد ما بيع البضاعة ما بضل عندي شي خاف عليه. وإمتى ناوي تبيع البضاعة؟ بهاليومين، بس لاقي لي شي شرب الأول ما يكسرني بحقه. راح أعمل شاي. مرحبا يا شباب. اهلا ابو طوني. ميت مرحبا. اهلين اهلين اخي هيثم. بابا
حبيبي توني، حاب تلعب بالطابة؟ ايه طابة. حبيباتي ممكن شوي نلعب معكم طابة؟ ايه عمو. يلا الو الو رغدة، قربنا نوصل على البيت. لا تحسسي الاولاد باي شيء ارجوكي، مشي لنا هالنهار على خير مشان خطبة يارا. ماشي، وانا بوعدك يمشي كل شيء مثل ما بدك. ماشي. صالح ان شاء الله العمر لك، بس خلاص العزاء تنزل مع السيد الوالد على الشام وعلى المستشفى الفرنسي فورا، بتكمل فحوصاتك. وقتها بيبين معنا اذا بدنا نساوي العمليه بالشام او بيروت او بعمان او حتى باوروبا. انت ما تهك الهم، مانك مسؤول عن شيء. رشيد رح يضل على تواصل معك. ماشي، كتر خيرك يا استاذ. الله يرحمه ويبقيكم. يطول عمرك. العمر لكم. طول عمرك ان شاء الله. طيب حياتكم. تفضل. طيب حياتك. صالح شد حالك يا ابو. الله يرحمه. عمك صالح عايش حبيبي. شدوا حالكم عمي. اتصل فيني ورد كذا مرة وفصلته، شوف موبايلك بجوز بده شي ضروري. مرحبا. مامي تبريني. أهلين حبيبتي. ايه كيف كانت ليلتكم؟ حلوة كتير، قضاها الأفندي زيتون بزيتون. Thank you.
بابا ليش ما عم ترد علي؟ ايه بابا كنا بخيمة عزة، شو في يلي؟ بدي اياك تساعدني بشغلة. شغلة شو؟ رفيقتي اخذ الامن وبدي اياها تطلع اليوم. طب البنت شو اسمها؟ اسمها امل. امل اسماعيل؟ ايه بتعرفها؟ ايه بابا ايه، اخوها بيشتغل عندي. ليش اخذوها؟ ما بعرف ما بعرف، اليوم الامن اخذها من قدام باب بيتها. بابا احكي مع الدنيا كلياتها، بدي اياها تطلع اليوم. لا مو اليوم، بدي اياها تطلع هلا هلا. طيب بابا طيب. لا لا انا بسال شو الموضوع وبرجع لك. عبدو يا رد يا اطفي موبايلك، طوشتني. اسف عليك والله العظيم اسف، ما تواخذني. ايمان قلت لك بس افضى برجع بلتقم بحكي. لما ان شاء الله ما تواخذني معلم. بسيطة بسيطة. معلم هذا صاير شيء بالبيت اكيد كبير، خليني ارد لانه مبين ضايجين. دقيقتين وبرجع لك. لك شو بك عم تدقي 100 مره؟ شو بكي؟ قلت لك بس افضى ونبر بحكي. قلت لك مشغول. آه؟ إيش بهمك يعني؟ وعيك؟ شو؟ ما مسمعك منيح، شو صار لأمي؟ شوفي معلم، ليش وقفنا؟ صار لها شيء؟ عبدو عم بحكي تليفون خاص. شو صاير شيء يعني؟ قول هيئة معلم، هي عبدو عم يحكي عن الموبايل. خليني أنزل شوف شو بصير. خير مالي صاير شي؟ يبدو في مشكلة ببيت عبدو عم يحلها. من لما طلعنا على الضيعة وأخته عم تزن عليه، استأذني ونزل يحكي معها. هلا دقيقتين بنمشي. طيب ليش واقفين على يسار الطريق وتاركين اليمين مفتوح هيك؟ حكيت مع أختك اليوم شي؟ لا والله. ليه؟ قوم تعالوا يا نادر.